الشوارع خالية في معظم أرجاء مصر بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في القاهرة وزيادة هذه الأرقام في باقي المحافظات. وزارة التعليم المصرية أجلت امتحانات طلاب الثانوية الخميس، فيما تركت وزارة التعليم العالي الأمر لكل جامعة، في حين لم تعطي المصالح أجازة رسمية للموظفين. الموجة اللي احنا بنتعرض لها البلاد خلال هذا التوقيت من العام، ده شيء بيحصل كل سنة تقريبا في النص الثاني من الربيع، بتتسجل فيه أعلى درجة حرارة على مدار العام كله، سواء على سواحلنا الشمالية أو محافظات الوجه البحري والقاهرة تحديدا، يعني معظم مدن ومحافظات شمال الجمهورية. هيئة الأرصاد الجوية قدمت نصائح للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس مع استخدام القبعات وارتداء الملابس القطنية الفاتحة. قيد السيارات، أرجو عدم ملء تانك البنزين للآخر، بسيب جزء لتبخر البنزين نتيجة فعل الحرارة. أيضا الإطارات السيارات ما بملهاش بالضغط المقرر لها، يعني لو الضغط بتاع سيارتك 30 خليه 28. درجة الحرارة ستشهد انخفاضا بعد مغرب الجمعة لتنخفض إلى معدلاتها أيام السبت والأحد والاثنين. إلى حين ذلك تبقى النصيحة الأهم للصائمين من قبل الأرصاد الجوية بالإكثار من شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور والبعد عن تناول السكريات. كريم شيخ الغد، القاهرة.